جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره في أرض له بخيبر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. ففعل ذلك عمر على أن تكون أرضه تلك وقفاً، فلا تباع ولا تهدى ولا تورث، وأن يتصدق بعائدها للفقراء والمساكين والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، وأنه لا إثم على من وليها أن يأكل من ريعها ويطعم غيره. السلام عليكم ورحمة الله. كان للعمانيين بمختلف مستوياتهم المعيشية وفئاتهم الاجتماعية كان لهم إسهام بارز في خدمة الوقف، يعني كل حد يسهم بدوره بإمكانياته بتوجهه. اليوم ودنا نوقف على إسهام العمانيين بشكل عام في الوقف، ورح نسلط الضوء على دور أئمة عمان وسلاطينها في خدمة الوقف، سواء في أوقات الاستقرار أو الاضطرابات لا قدر الله اللي مرت بها البلاد عبر التاريخ. كل هذا من خلال مواصلتنا للحديث مع سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي. من المعلوم أن الأئمة بادروا إلى الوقف منذ مرحلة مبكرة، فوقف الإمام الوارث بن كعب منذ القرن الثاني الهجري لا يزال باقيا إلى الآن، ولا يزال يقتسم على حسب شرط الواقف، على حسب شرط الإمام الذي ناط به تقسيم هذا الوقف، وهو موجود في بلدة الهجار من وادي بني خرموس من ولاية العوابي. وكذلك الأئمة الذين تعاقبوا من بعده، نحن لا نستطيع أن نحصيهم ونحصي مآثرهم ونذكر ما هي الأوقاف التي وقفوها، هناك أوقاف متعددة في بلدان متعددة، ونذكر من بين ذلك وقف الإمام سلطان بن سيف الذي أسس فلج دارس وأجراه، فقد وقف جانبا من فلج دارس لأجل المتعلمين، ولا يزال إلى الآن المتعلمون ينتفعون بهذا الوقف. وتوالت الأوقاف من قبل السلاطين ومن قبل المحسنين على اختلاف درجاتهم، توالت هذه الأوقاف عبر الزمن، وكان من أشهر السلاطين الذين أنوا بالوقف السلطان برش بن سعيد. وقف كثيرا من الأوقاف الخيرية، ومن بين هذه الأوقاف أنه وقف سفينة تحمل الحجاج، تخرج من زنجبار إلى مسقط، فتحمل أيضا، أولا تحمل حجاج زنجبار، ثم تمر إلى مسقط وتحمل حجاج عمان، وينطلقون إلى أداء الحج، إلى أداء مناسك الحج، ثم تعود بهم إلى بلدانهم من غير أن يرزقوا فلسا واحدا. كانت النفقات كلها من هذا الوقف الخيري الذي أعده السلطان برش بن سعيد. سمعت أحدا من الناس أدرك من حج في هذه السفينة يقول: خرجت بمبلغ من المال وعدت به، ما أنفقت على نفسي شيئا من ذلك، يعني كانت الأمور مهيئة. فهذا الوقف كان له دور كبير. وكذلك السلطان برش بن سعيد وقف مطبعة لطبع الكتب، هذه الكتب انتفع بها في وقته وبعد وقته، واستمر السلاطين بعد ذلك يطبعون بهذه المطبعة
ويقفون الكتب التي تطبعها هذه المطبعة. نشروا كثيرا من التراث العماني وكثيرا من التراث المغربي، وكان مما نشر من التراث العماني بدأوا أول ما بدأوا بطبع قاموس الشريعة، فطبع منه 17 مجلدات وكانت موقوفة. ثم بعد ذلك عندما وصل إلى السلطان تفسير هيميان الزاد إلى دار المعاد، رأى أن يبتدئ أولا بالتفسير، فاقترح على القائمين على هذا العمل أن يعدلوا عن طبع قاموس الشريعة إلى تفسير هيميان الزاد، وابتدأ العمل في طبع هذا الكتاب في زمانه واستمر إلى عهد السلطان حمود بن محمد. كانوا يطبعون هيميان زاد ويوزع في زنجبار، ويوزع أيضا في عمان، ويوزع أيضا في بلاد المغرب، واستمر على ذلك. وطبعوا كثيرا من التراث العماني كمختصر الحسن البسيوي وغيره، وطبعوا أيضا من التراث المغربي كحاشية الترتيب وكتاب أبي مسألة وغيرها من الكتب التي لا يمكن أن أحصيها الآن، طبعت بهذه المطبعة. وكان هناك أيضا وللسلطان برش أيضا أوقاف في الحرمين الشريفين، ولكن هذه الأوقاف مع الأسف الشديد ضاعت، وكان ناس يعهدونها، كانت معهودة هذه الأوقاف، أوقاف السلطان في الحرمين الشريفين. كذلك أيضا كان من المحسنين الذين عنوا بالأوقاف السيد حمود بن أحمد، وهو قريب للسلاطين، وصهرهم كان متزوجا ابنة السلطان سعيد بن سلطان، أخت السلاطين برغش وماجد وخليفة وعلي وتركي، هذه أختهم تزوجها هذا السلطان، وكان ثريا بحمد الله تعالى، وقف كثيرا من الأوقاف الخيرية. من بين الأوقاف الخيرية التي بقيت إلى وقتنا بيتان بمكة المكرمة، وقف أحد البيتين لنزول الحجاج فيه، ووقف البيت الآخر لأجل مصلحة هذا البيت عندما يحتاج إلى ترميم أو يحتاج إلى أي خدمة. ووقف أوقافا أخرى كانت أيضا في مكة المكرمة، فالرجل معروف بأوقافه الخيرية. وأيضا هنا في عمان وقف أوقافا بعمان، من بين الأوقاف أوقاف وقفها في سمائل للأمور الخيرية، من بينها نشر العلم، ومن بينها إصلاح الطرق، ومن بينها أيضا تقسيم عائدها على جماعة أبو سعيد في سمائل. هذا الوقف لا يزال موجود إلى الآن، وإن كان الآن بطبيعة الحال لا يؤدي دوره كما كان يؤدي من قبل، لأن النخيل هي تحتاج الآن أكثر مما تعطي، وإلا فهذه أوقاف خيرية واسعة. وكذلك جاءت ابنته إلى عمان السيدة خولة بنت حمود بن أحمد، وهي حفيدة السيد سعيد بن السلطان، واشترت أموالا طائلة ببوشر ووقفتها، ولا تزال هذه الأوقاف إلى الآن تسمى بالوقف الخيري في بوشر. السيدة خولة هي التي وقفتها. وهنا أيضا في عمان كان أخوه السيد هلال بن أحمد وقف كثيرا من الأوقاف الخيرية، بعضها في الحاجر وبعضها في البلدان، ووقف أيضا أوقاف لسقي الماء ما بين بركة ووادي المعاول، ولا تزال برك الماء إلى الآن موجودة هناك، هذه هو الذي أسسها وأجرى لها هذه المياه. وبنى كثيرا من المساجد، والسيد حمود بن أحمد بنى
تقريبا حوالي 40 مسجدا، ووقف لها أوقافا خيرية، مساجد متفرقة، وكل منها وقف له خير وقفا خيريا. ومسجد معروف بمسجد سيد حمود في مدينة زنجبار، ويعد أغنى مسجد في زنجبار على الإطلاق لكثرة الأوقاف، لكثرة الأوقاف الموقوفة له. ولهما أخ آخر وهو سيد حمد بن أحمد فيما أحسن. قيل وجدت وصيته وفيها أيضا كثير من الأوقاف، وإن كان هو لم يشتهر كما اشتهر السيد حمود والسيد هلال بن أحمد. ولنا وقفة أخرى إن شاء الله مع سماحة الشيخ المفتي في حلقة قادمة من الوقف حياة. إلى اللقاء. الوقف حياة، الوقف معيل لا يمضى كالمطر يدا، يسقينا بالغيث الأعدى، بالوقف تقوم حضارتنا وتضيء الكون منارتنا، بالوقف تقوم حضارتنا وتضيء الكون منارتنا.